هذا خامس وثالث وسادس. ايش كان العنوان؟ الجهاز الدوري. مما يتركب؟ من الراس واحد في الراس، وساعد، وكتف، وبدن. اهم عضو في الجهاز الدوري هو القلب. مما يتركب القلب؟ ها هذه من اربع حجرات. حجرتان عدويتان، ايش اسمها اسامه؟ الودين. ايش؟ يدخل الدم الى القلب وجميع اجزاء الجسم. نحن هنا احدى مناطق مديريه حيران، والتي جار عليها الوقت والزمن بالحروبات والمشاكل التي حدثت في داخل اليمن، ونحن الان في اعلى مرتبه اللي هي مرتبه التعليم، والتي دورت واصبحت من الماضي، حيث ان طلابنا هنا يعانون اكثر من 3 سنوات مقطوع من التعليم. انظر الى هذا الجيل، 3 سنوات من عمر الانسان يذهب سدى، والان في السنه الرابعه كذلك، اي انه هذا الطالب لو كان في الجامعه لخلصها لو كان يدرس، لكن المشكله بما حدثت في هذا المجتمع باليمن بالذات من حروبات ومن تدخلات في شؤون المواطنين وآباء وولياء أمور الطلاب، مما أدى إلى تدهور التعليم في مناطقنا بسبب هذا الخراب والتدمير، حتى أن الأسر في بيوتهم لم يسلموا من هذا. لا هذا صور.